They looks ready to run, stand by for race two. تروف اند ريسنج انطلق الشوط الثاني على كاس مو حمدان بن ناصر بن حمد ال خليفه من مسافه ال 1800 متر هانديكاب من صفر الى 40 انتاج محلي لوكل ينطلق بمشاركه عشر من الجياد بانطلاقه وشاح هو الذي يتصدر السباق من البدايه بالشعار الاخضر بقياده الفارس زهير مجيد يلحق به ثانيا مرجاني مع الفارس اندرو اليت السعيده في المركز الثالث بينما المركز الرابع هنالك ايضا يتواجد المختار مع لينيو بشعار العفو ريسينج والمركز الخامس هنالك ايضا جياش مع الفارس الروسي جيسب بينما المركز السادس هنالك دارج مع الفارس عدنان جعفر والمركز السابع هنالك لزام والمركز الثامن ايضا يتواجد لدينا الجواد وجدلان مع مارشالس يورس بينما المنصوري حتى الان في اخر الجياد مع سنيك ايجل الحاضر الغائب منصوري في هذا الموسم نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع وشاح بشعار الاخضر سلاله منستر مينستر اوف ستيت على صداره هذا الشو يلحق به ثانيا مورجاني الفائز في اخر مشاركات السعيده في المركز الثالث والمركز الرابع هنالك انطلاقه المختار مع دينيومان وايضا فرديه مع عبد الرحيم جاسم بينما تقدم ايضا ياتينا من قبل إيجل مع الفارس عبد الله فيصل لا تزال الصداره والمركز الاول مع وشاح بينما تخطف الصداره الان من قبل السعيده مع بادي ماثز ومرجاني مع اندرو إليد بينما هنالك ايضا محاولة من قبل منصوري بانطلاقه سنيك هيجل مع عبد الله فيصل لا تزال الصداره والمركز الاول حتى الان مع السعيده المحمديه ريسنج على صداره هذا الشوط محاولات هناك من قبل مرجاني ومن وسط الجيان جدلان مع ايضا مارشال جورج فعلا ايها المتابعون الكرام هنالك السعيده بشعار المحمديه ريسنج إذا ثاني اشواط الامسيه اذا السعيده هي بطله الشوط الثاني المركز الثاني هنالك مرجاني جدلان في المركز الثالث وسنيك هيجل في المركز roba